بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالتي نحن اليوم عندكم بالمطبخ الميداني للرسنا اللي هو عمال يطبخ للمقاتلين وللمدنيين. نحن خالي من فضل الله تعالى علينا من علينا ساند الأبطال ونجاهد معاه هون حتى النصر، ما لقينا طريقة نجاهد فيها إلا المطبخ، نطبخ ونقدم لهم طعام ساخن يومي. خاي نحن نجي الساعة 8 الصبح نبدأ بعملنا، الرجال بتأمن المواد وتقطع الحطب ونحن مباشر عملنا. خالتي هاي المواقد كل يوم؟ هاي خالي المواقد كل يوم تشتغل من الساعة 8 للساعة 4 العصر، بس خالي كثير عم نعاني الحطب أخضر، الحطب أخضر عم نقصه من الغابات وأحيانا عم نقص أشجار مثمرة لأنه محتاجين، الأطفال بردانين والأطفال بتاكل، الشعب كله جوعان بردان. والله يا خالي حال مأساة حقيقية، يعني مأساة حقيقية ما بعلمها إلا رب العالمين. يعني قد ما حكيت لك الوضع أسوأ بكثير، مأساة حقيقية من البرد والجوع والحاجة والقذائف. خالي يوميا نحن عم نطبخ فوق راسنا. المواد الغذائية وهذا اللحم وهي المواد التموينية انتم منين عم تحصلوها؟ منين عم تجيبوها؟ خالي عبد الرزاق طلاب الله يحميه، هو ببعث لنا مبلغ من المال ونشتري المواد. في جهات ثانية بتساعد بتساهم، بس المبلغ الكبير والأكبر هو من عبد الرزاق الله صلى الله عليه وسلم. ما في مي، ما في مي، ما في مي، بنداول لوالده بننقل مي من المسجد ونعبي نجاز المي من لي عشان جت العمارة الصبح تجيب مي. هاي المي للطبخ ولا للجلي ولا لا خالي؟ هاي المي للجلي، مي الطبخ والغزال مسكر. هاي مي هيدا هيدا صح. خبز من يترسطن يا خالي، صرنا أكثر من 7-8 شهور ما في خبز، صرنا نعد الخبز على أيدينا، نازل العجين ونقليه بالزيت. أسس المطعم من شي سنة تقريبا لإطعام جميع المجاهدين الذين هنا ما بحسن يروحون على بيوتهم مع الجهاد والمعركة وكذا، والحمد لله المطعم بيطعمي جميع الفقراء والمساكين. كان الوضع سيء المطعم، الحمد لله دعم المطعم من قبل الملازم أول عبد الرزاق إخلاص وجبهة الأصالة والتنمية، والحمد لله يعني بحاجة نحن لمساعدات أكثر من موجود، يعني وضع مقبول ولكنه في عنا فقراء ومساكين. مطعم المطعم الفقراء والمساكين اللي تهدمت بيوتهم، اللي ما حسنوا ينزحوا من مدينة الرسطان، ما عندهم مأوى خارج مدينة الرسطان، والحمد لله رب العالمين. يعني ما بطعموا بس المسلحين؟ لا، بطعم جميع الفقراء والمساكين والعائلات المعدومة، يعني وضعهم أسوأ من هيك ما في، بيجي بياخذوا منهم أكل وكذا. الحمد لله من طعمي كل الناس، يعني تقريبا العدد اللي بياكلوا من المطعم 4000 مجاهد وحوالي 2000 شخص من المدنية اللي هدمت بيوتهم واللي ما عندهم شيء. اليوم ايش قد كمية اللي انتم بتطبخوها؟ بنطبخ 250 كيلو رز يوم يوميا او برغو، يعني كمية كبيرة كثير، ما هي سهلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قال نحن هلق بالمطعم، مطعم الميدان اللي بنت درسته. نعم. بس فيك تحكي كونك انت المسؤول عن تأمين المواد الغذائية؟ نعم. فيك تحكي لي شوي عن المواد الغذائية؟ احنا في صعوبة كثيرة احيانا بتأمينها، وعم تفوت احيانا من يوم ليوم. مثلا اليوم اخذنا مثلا تنكة السمن مثلا قيمة 2200 ليرة، بجوز بكرة او بعد بكرة او ثاني نهار يعني بجوز تصير 2300، يعني من سبب الضيقة والحصار على المدينة وكثر ما ذاقت علينا صار في غلاء. الصعوبة يعني كثيرة جدا، يعني تأمينها احيانا يعني بنروح لأماكن ضيقة بصير علينا ضرب احيانا حتى نأمن مثلا هالبرغل هالزيت هالسمن هالمعكرونة اللي محتاج المطعم لها، بنحاول انه ما ننقطع، بس احيانا بصير احيانا انقطاعات معنا من الضيقة، من خناق علينا بصير ضرب علينا من قوات النظام. انتو خلال هاي السنة صار له سنة المطعم تقريبا؟ نعم نعم، 2012. نعم سنة كاملة انتوا عم تشتغلوا ولا
في اوقات احيانا بصير انقطاع معنا، احيانا بصير معنا الممول اللي بيعطي او اللي بتبرع بيكون اخف مبلغ، مع مثلا نحاول احنا نستنى او نروح نشوف شي جهه معينه تساند المطعم مشان احنا نطعمي هالمجاهدين والناس اللي بحاجه الى شو اسمه اكل لناس سجلوا جوازها، ناس سجلت اولادها كانوا يطعموها، يعني كل هذا نحن كل هذا عم يساند المطعم. نعم يعني في كثير شغلات عم يساند المطعم، صح في جهات مغيثه في جهات كذا، بس المطعم مساند